يا اهلا اهلا. واحدة عشان هسأل سؤال استوقفني، هي المواقع بجد بتناقش موضوع المساكنة؟ يعني بتسألوا الناس وكده؟ يعني بتجيب البنات او بتجيب الشباب العادي هنا في مصر وتسألهم تحب تعمل مساكنة ولا لأ؟ انتوا بتتكلموا بجد؟ يعني انت بتجيب بنتك مثلا تقولها تحب يا حبيبتي تزني ولا لأ؟ المساكنة تساوي الزنا. انتوا بجد بتناقشوا موضوع الزنا كده، انه ينفع ولا ما ينفعش؟ يعني هو ده وارد؟ ده موضوع وارد يتناقش عندنا في حياتنا في مجتمعنا؟ انا مالي في اتنين عملوا كده بره في مكان لا يمت لديننا ولا لعرفنا ولا لتقاليدنا ولا لحياتنا بصلة؟ انا مالي هم عملوا كده بره، فانتوا بتناقشوه كأمر واقع يعني ينفع ولا ما ينفعش، وبتحطوه للناس. وبعدين الاقي بنوته بيسالوها عن رايها في المساكنه، فترد تقول اه لو ما كانش حرام اه احب اعمل مساكنه. انتي مدركه انتي بتقولي ايه؟ غيري كلمه المساكنه وحطي مكانها الزنا اللي هو الترجمه بتاعتها. حضرتك تحبي تعملي زنا قبل الجواز؟ اه لو ما كانش الزنا حرام احب اعمل زنا قبل الجواز. ايه يا جماعه ده؟ يعني احنا بكرة الصبح ممكن نغير مثلا يعني على سبيل المثال اسم بيوت الدعارة، نسميها بيوت السعادة. ننزل بقى واحنا كلنا عارفين ان بيوت السعادة هي بيوت الدعارة، فننزل بقى للطلبة في الجامعات مساء الخير تحب تروح بيوت السعادة؟ اه احب. ده كلام ايه ده؟ خليتوها خل والله.